بهذه الشعارات خرج سكان محافظة النجف هاتفين ضد الفساد الحكومي وانعدام الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي. متظاهرو النجف خرجوا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من قبل الحكومة منذ سنين. اليوم المواطن العراقي من خرج ما يريد ترى من عندكم كراسي ولا يريد مناصب. المواطن يريد الخدمات الأساسية بما فيها الكهرباء والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، يريد الماء الصالح للشرب، يريد الأمان. خرجت جماهير النجف بشبابها وشيوخها بمثقفيها بكل الطوائف للمطالبة بتوفير الخدمات، وأهم شيء هو الكهرباء، انقطاع الكهرباء. سكان النجف أكدوا أن المسؤولين في النجف لم يقدموا أي خدمة تذكر للمحافظة بسبب وجودهم في مناصب لا يستحقونها. احنا ما نستنقذ من ليبيا طماطة، بس القصد كان رجال بقال اجى سواه محافظ، وين المحافظة؟ سبع مرات انا بالمكتب مالتي كفيلكم العباس، سبع مرات ما يخلونا قابله. المتظاهرون امهلوا الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاههم، في حين هددوا بملاحقة المسؤولين بانفسهم. لهم مهلة هذا الشهر والشهر الثاني، إذا ما جرى الكهرباء لا يبقون بالمناصب، لا من العبادي ولا من محافظات. خبلونا عم، ما نريدكم وطلعوا، وحتى من طلعوا نركض وراكم كفيلكم العباس، نكمشكم ونعلكم. احنا بالنسبة لنا هالمرة جيناكم لعين وغاتي، يجوز باكر وعقبه لا كفيلكم العباس ما نسكيت، ناس حرامية. متظاهرون آخرون أكدوا أن الوضع في العراق بحاجة إلى انقلاب جذري، داعين إلى تبديل الوجوه في الساحة السياسية برمتها. العراق بحاجة إلى انقلاب، لا يقتنع الشعب بالديمقراطية، لأن الناس الموجودين في دفة الحكم ليست أهلا لهذا. وهكذا تتواصل التظاهرات الشعبية وتتصاعد في العديد من محافظات العراق احتجاجا وغضبا على تردي ملف الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء، لا سيما بعد أن تعاملت القوات الحكومية بقمع تلك التظاهرات بالقوة، الأمر الذي أدى لمقتل متظاهرين اثنين في البصرة وإصابة آخرين بجروح.